متابع كولر كويس جدا ايه رايك انا متابع النادي الاهلي كويس جدا مم. فهناخدها من اول السطر مم. لو هنقول كولر بقى له سبع شهور او ثمان شهور اه تقريبا آه، كولر استلم بعد فتره صعبه جدا وفتره فيها حاجات كتيره ملخبطه بتكلم على فرقه الكوره كان الموسم وريحنا اللعيبه هو قرار انا في ساعتها قلت ده من أنا عايزك, عايزك في القرار ده بالذات يعني الحقيقه في قرارين لازم اعرف رايك فيهم في الاثنين في نفس الاتجاه الاهلي تجيله دعوه للبطوله العربيه تمام. بكل قيمتها الماليه الكبيره لكن التوقيت بتاعها صعب جدا فبيعتذر ونهايه الموسم اللي فات البطوله خلاص انت بعدت قوي عن المنافسه انتهت ففجاه قمت مريح الفريق الكبير كله للراحة وبدأت تدي فرص من خلال دلوقتي والصورة أنت بتقيم القرارين دول إزاي؟ بص النجاح بيتبني على قرارات وقرارات لما تبقى مدروسة تبقى تبقى قرارات هقول مش هقول ما صح 100% هي في القرار ده كان صح مليون في المية م. والقرار بتنقذ مواسم جاية أيوة فالقرار عشان كده لازم يبقى مدروس ومحطوط على الترابيزة قرار, قرار بتاع سوارش مع راحت اللع... اللعيبه كان قرار ممتاز جدا وانت بتحصد شيئا فشيئا النتيجه ده اه كمان اللي كمل القرار اختيار كولر مه. اختيار كولر وهو مدرسه ما كانتش غريبه على النادي الاهلي تاني مدرسه سويسريه لنا بعد فايلر بس هو جاي ومثقل بكمية مشاكل موجودة جوه التيم ما بين لعيبة صغيرة كملت الموسم اللي مم. فات وما بين لعيبة خدت الراحة اللي هي اللعيبة اللي كانت أساسية وما بين منهكة كانت خدت الـ 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 الراحة ما بين أسبوعين فقط فترة إعداد المفروض إنه يعرف حاجات كتيرة جدا وما بين الفترة دي أنت بتطلع إعارات وبتجدد لناس وبتسيب ناس فهو طبعا ما فيش مدرب يروح على فرقة كبيرة بتبقى فيها كم من المشاكل ده مه. لكن التعامل مع المشاكل من خلال مجلس الإدارة من خلال الجهاز الكورة وربنا وفقنا في عقلية هادية ومنظمة بشكل كبير جدا وهو كولر أنه قدر يتعامل بخطوات بخطوات كان ممكن تكون أنت شايفها في الأول في زمزقة في لأن الناس كانت متعطشة بعد الخسارة انها تشوف نجاح بسرعه، نجاح الكوره ما ما يمشيش بسرعه. <applause> نجاح الكوره بيحتاج وقت بيحتاج انك تاخد وقتك حتى في التكتيك نفسه بتحتاج تاخد وقت، عشان كده هتلاقي في الاول كان في صعود وفي مطبات وفي لحد ما كولر تمكن من كل ادواته. <applause> اقدر اقول لك النهارده وده في زمن قليل جدا، طبعا اهم حاجه الاستجابه بتاعه اللعيبه اللعيب لما يستجيب للمدرب وتعليماته ويقتنع بانه اللي بيقوله له خد بالك ما فيش لعيب اللعيب دايما عنده حجه اللعيب دايما عنده سبب فان هو يقدر يتمكن من الادوات اللعبة. يتمكن من ادوات اللعيبه يتمكن من عقولها ان اللعيب بينفذ اللي هو بيقوله ومرة مع الثانيه لو مش مقتنع بحاجه بعد كده بيقتنع ان هو لا ده الصح مم. الحق نفسي يمشي في الممر ده وهو مرته طبعا هو مم. سيطر على عشان سيطر على اللعيبه لازم اللعيب يبقى مقتنع بكل الحاجات اللي بيشوفها دي مم. هتلاقي فرقه الكوره الكوره فيها تلاقي لعيب مش مقتنع لعيب زمزق لعيب كل ده بيقع في السكه وانت بتشتغل أه. هو قدر انه مع الوقت مع الوقت انا لما وقت صغير جدا صغير لانه على النتائج انت كمان مسابقاتك ما, ما فيهاش انتظام انت مره تلعب كاس قديم ومره تلعب سوبر قديم ومره سوبر جديد وبعدين في وسط الدوري وبعدين عالم. تخش في افريقيا كل الحاجات دي فيها احداث زي احداث مثلا انك انت اتغلبت ماتشين في 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 المجموعات أي. دي احداث ضغطت عليك رحت كاس العالم فجاه انت مش في كاس العالم، فجاه م. المغرب تنظم فانت تروح تاني ارتباك برضه كل ده محتاج ترتيب وتنظيم وشغل جبار من الجهاز آه. مع اللعيبه ابتديت كاس العالم الاندية بشكل كويس جدا كان لسه لم يتمكن من حاجات كتيرة جدا خصوصا النواحي الدفاعيه الدفاعيه ابتدت تتكشف قدامه الحقائق بشكل اكتر لانه هو مدرب ذكي وبيتعلم من الحاجه اللي بتحصل <applause> سواء ايجابيه او سلبيه ايوه ماتش ريال مدريد وبعدين الماتش اللي بعديه سيمي فاينل بتاع م. الفرقه من البرازيل تقريبا آه. فيها اخطاء دفاعيه كتير اه فيها حاجات محتاجه كانت محتاجه شغل تاني مختلف أي. دخل بالجزئيه المجهده بتاعت كاس العالم للانديه دي دخلنا على بطولة إفريقيا على طول م. حصل الهلال وحصل الـ الـ اللي حصل من سان داونز, داونز. داونز. وسان داونز أنا بشوفه كانت استكمال اللي حصل أنا بتكلم على إن الشغل في النواحي الدفاعية استكمال للي اللي حصل في ماتش ريال مدريد آه. وماتش البرازيل الماتش في فرقة البرازيل م. من هنا احنا شفنا تحول كبير في فرقة الأهل م. خصوصا انا دايما عيني بتروح على المدرب ودي اتعلمتها من مدربين اجانب كتير بس اكتر اتعلمتها من كروش من كروش انك انت عشان تنجح الناحيه الهجوميه لازم تكون قوي دفاعيا وقوي دفاعيا دي تعتمد على حاجتين مم. انك تسيب كل لعيب مفردا في حاله دفاع يبقى هو يعني واحد على واحد او اتنين على اتنين ودي اضعف حاجه في المنظومه الدفاعيه لاي تيم كبير مم. أو إنك تشتغل على الدفاع الجماعي. مم. الدفاع الجماعي يعني كل الناس شايفة بعض، يعني كل الناس بتغطي بعض، يعني التحولات أنا شايف إبراهيم وإبراهيم شايف محمد ومحمد شايف إسماعيل. فعشان كده الترحيل بتاعه مم. يبقى سهل، فهو اشتغل على الناحية الجماعية. الجماعي هتجي الجماعي. تعمل إحصائية بسيطة هتلاقيه من صن داونز لحد النهاردة النادي الأهلي دخل فيه جول واحد. مم. لما عينك تروح على 12 مباراة بالك اه في, في حاجات مختلفه ده يعني افريقيا ومحل ودوري ومحلي ودوري وشكل و... و... يعني هجومي مختلف, مختلف. طيب. ومنافسات مختلفه فبقى اللاين فرويد بيدافع بشكل كويس و... ونص الملعب بيدافع بشكل كويس الديفنس بيش... بيدافعوا بشكل كويس بس دول كتله واحده مه. في المواقف الدفاعيه كلهم موجودين ما بقاش واحد بس اللي موجود فيه. ما بقاش اثنين بس اللي موجودين بقى عدد كبير فالمفهوم ده بصراحه اللعيبه كمان كان في تجاوب كويس لان لعبتنا كويسه أيوة. لعيبه منتخبات ولاعيبه هايله أيوة. فده كان في اصرار على ده مهم. كان في اصرار ان احنا لازم نعمل ده فالتجاوب من اللعيبه كان رائع بشكل كبير جدا